تخيلوا كده في يوم نزلنا على الشاطئ وقدامنا البحر الساعة 9:10 الصبح والشمس طالعة، ما بنبقاش طايقين نحط رجلينا على الرمل، الرمل سخن جدا. ننزل بقى المية نفكر ان هي دافية نلاقيها ساقعة جدا. طب ليه الرمل بيبقى سخن قوي والبحر ساقع شوية؟ ونيجي بالليل نلاقي العكس، على المغربية كده المية دفيت والرمل هو اللي بقى ساقع. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل، نتابع مع بعض المحاضرة دي وهنفهم كويس. بونجور يا شباب، معاكم السيوناجي، وان شاء الله النهاردة هنشرح درس جديد في العلوم المتكاملة، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا، الشالور والتمبراتور. يا ترى ايه الفرق ما بين كلمة شالور وتمبراتور؟ لان في ناس كتير جدا بتلخبط ما بين المصطلحين دول. عايزين نعرف ان كلمة كونتيتي دو شالور او كمية الحرارة زي ما مكتوب بالظبط كده، سيلينرجي ترانسفيري، هي عبارة عن طاقة بتتنقل منقولة من كار لأوتر كار، يعني بتتنقل من جسم لجسم تاني. أنا لما بحط كوباية مية ساقعة جنب كوباية شاي سخنة والزقهم في بعض، مين اللي بيدي مين؟ طبعا السخونة الأعلى، الحرارة الأعلى اللي في الشاي بتتنقل لكوباية المية، فبعد فترة هنلاقي الاتنين فاترين أو درجة الحرارة زي بعض تقريبا. فده اللي بنقول عليه كمية حرارة، يعني حرارة بتتنقل، طاقة بتتنقل، ودي بنقيسها بوحدة قياس اسمها الجول. يبقى الجول ده بيقيس كمية الحرارة اللي موجودة في أي جسم. طيب أما الكلمة temperature يعني إيه؟ درجة الحرارة. دي حاجة بقى بنقول عليها quantitative أو حاجة كمية. يعني إيه كمية؟ يعني حاجة برقم، انا بقول درجة الحرارة بتاعت المادة او السائل ده كذا، بديله درجة، درجة حرارة جسمي كذا. فهنا لما بقول رقم، وده طبعا بيتقاس بالترمومتر، بيكون انا بتكلم عن تمبراتور مش بتكلم عن كونتيتي دو شالور او كمية حرارة. ودي طبعا خلي بالكو بتقيس لنا ايه، بنقول كده ريبريزونت لا مويان دينرجي سينيتيك، يعني بتقيس متوسط الطاقة الحركية للمولكيول. احنا عارفين ان اي مادة في الدنيا، نتكلم مثلا عن كوباية مية، المية ديت عبارة عن جزيئات صح، والجزيئات ديت فيها طاقة، متوسط الطاقة الحركية اللي موجودة جوه الجزيئات دي كلها بنقول عليها او هي اللي بتعمل درجة الحرارة الخاصة بالمادة دي، تتقاس بحاجة اسمها الكلفن او السيليزيوس. خلي بالنا ان في كذا مقياس، فهرنهايت، كلفن، سليزيوس، كلها اختلاف تدريجات او اختلاف مقاييس. زي مثلا لما اكون بقيس وزن حاجة او كتلة حاجة، ممكن اقول كيلوغرام، ممكن اقول رطل، ممكن اقول معرفش ايه، مثلا بقيس مسافات ممكن اقول كيلومتر، ممكن اقول ميل، وهكذا. فاذا هي مقاييس مختلفة لكن الهدف واحد. طب لو انا عايز مثلا احول من درجة حرارة لدرجة حرارة تانية، يعني مثلا انا عندي درجة الحرارة بسليزيوس وعايز احولها للكلفن، اجيب درجة الكلفن ازاي؟ تمبراتير اون كلفن، لو انا عايز الدرجة بالكلفن بقول درجة الحرارة بسليزيوس بلس 273. طب ليه؟ نركز شوية مع بعض عشان نفهم الفرق دوت، عشان واحنا بعد كده مكملين في الدرس نبقى فاهمين اكتر. العالم العظيم اللي اسمه سليزيوس دوت قال ان درجة الزيرو بتاعه هي درجة تجمد المية، يبقى الزيرو على مقياس سليزيوس هو تجمد المية، والسون اللي هو درجة غليان المية. فهو عمل مقياس من زيرو لسون، حتى كان مسميه سنتيجراد، نسبة لكلمة سون، يعني مقياس مئوي او تدريج مئوي. وفي طبعا 100 علامة ما بين الزيرو والسون، ده بتاع سليزيوس. طب كلفن عمل ايه؟ لا، كلفن اخد من تحت الزيرو ب 273 درجة. طب ليه؟ ليه الزيرو بتاع كلفن هو تحت الزيرو بتاع سليزيوس ب 273؟ لان كلفن بيقيس بمقياس مختلف، مش تجمد المية وغليان المية، ولكن حاجات تانية خالص، بيتكلم عن ضغط الغاز وعن تواجد المادة، درجة حرارة قليلة جدا جدا، زيرو بنقول عليه مطلق، بتبقى فيه المادة شبه منعدمة، وبالتالي
الدرجة مختلفة، 273 تحت الصفر، فده رقم غريب قوي بالنسبة لنا، ولكن هو ده الزيرو بتاع مين؟ بتاع كلفن. فأنا مثلا لو وصلت للزيرو بتاع سيليزيوس معنى كده إن أنا عديت فوق الزيرو بتاع كلفن ب 273. طب لو أنا بتكلم عن ديس سيليزيوس معنى كده إن أنا عندي 273 زائد ديس عشان أجيب بالكلفن زي ما شفنا هنا بالظبط. لو أنا بتكلم مثلا عن الدرجة ديس بسليزيوس عايز أجيبها بالكلفن، يبقى أقول 273 بلس الديس اللي عندي، فتطلع لي بالكلفن كام؟ تطلع 300، آسف، تطلع 283. أنا زودت ديس. ليه زودت ديس؟ زودت ديس لأن أنا عندي على مقياس السليزيوس ديس، وبالتالي ده مسابقه ب 273، يبقى 273 زائد ديس هيطلع لي 283 درجة بالكلفن. تمام؟ اختلاف تدريجات. لكن تعالوا نرجع تاني لموضوعنا، موضوع الحرارة. ايه قصة الحرارة اللي احنا بنتكلم عنها ودرجات الحرارة وعلاقة ده بالايكو سيستم اكواتيك او النظام البيئي المائي اللي احنا عمالين نشرح فيه في شابتر ام؟ كاباسيتي كالوريفيك سبيسيفيك. في كده مصطلح مهم جدا او كونسبت لازم نعرفه، بنقول عليه الكاباسيتي كالوريفيك سبيسيفيك او الحراره النوعيه. يعني ايه كلمه الحراره النوعيه؟ كل ماده وليها حراره نوعيه معينه. برضو يعني ايه مش فاهمين حراره نوعيه؟ كلمه كاباسيتي كالوريفيك سبيسيفيك او حراره نوعيه هي كوانتيتي دو شالور، كميه حراره، ناخد بالنا، نيسيسير بور اليفي لا تمبراتور دون يونيتي دو ماس دون سبستانس او ماتير دان دوغري سيلسيوس. يعني ايه الكلام ده؟ هي كمية الحرارة اللازمة عشان ترفع قدر معين او كتلة معينة، وليكن كيلو جرام واحد من المادة درجة واحدة مئوية. يعني مثلا اتكلم على مادة الالومنيوم، يا ترى كيلو من الالومنيوم عايز درجة حرارة قد ايه عشان يعلى درجة حرارة واحدة؟ عايز كمية حرارة قد ايه عشان يعلى مثلا من 15 ل 16؟ طب هل الكمية اللي هياخدها زي كيلو من مادة تانية زي الحديد مثلا، زي لتر مية او كيلو مية، ما هو اللتر تقريبا كيلو، وهكذا؟ طبعا كل مادة وليها الحرارة النوعية الخاصة بها، يعني كمية الحرارة اللازمة ليها عشان تعلي درجة الحرارة بتاعت كيلو منها درجة واحدة مئوية، ودي بتتقاس بجول كيلو جرام الكا اللي هو الكلفن. تمام؟ Les substances ayant une capacité calorifique spécifique élevée nécessitent plus d'énergie pour augmenter leur température. يعني ايه الكلام ده؟ المواد اللي عندها حرارة نوعية عالية هتحتاج كمية طاقة أعلى عشان ترتفع، لكن اللي عندها capacité calorifique spécifique أقل طبعا هتحتاج كمية. وده اللي بيفسر لنا الرمل والمية اللي قلناه في بداية المحاضرة. ليه الرمل اول ما الشمس طلعت الصبح سخن بسرعه لكن الميه لا؟ لان الحراره النوعيه للرمل قليله، فاول ما شاف الشمس سخن علي بسرعه، انما الميه لا، 4200 درجه، فبياخد وقت طويل الميه علشان تعلى. ففين وفين لما تدفى شويه على الظهريه او العصر يجي بقى بالليل يحصل العكس، تبدأ تفقد الحرارة ببطء، أما الرمل بيفقد الحرارة بسرعة. كل ده عشان الحرارة النوعية بتاعة الرمل قليلة وبتاعة المية عالية. يبقى اختلاف الحرارة النوعية ده هو اللي بيخلي إن الرمل يسخن بسرعة يبرد بسرعة، ويخلي المية تسخن ببطء وتبرد ببطء. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض اكزامبل مهم جدا على موضوع الحرارة وإزاي إن احنا بنحسبها. كالكولي لا كونتيتي دو لا شالور، بنحسب ازاي كميه حراره نيسيسير، لازمه او ضروريه عشان نرفع درجه حراره 0.3 كيلو جرام من ماده الكويفر او النحاس من 20 ل 70 درجه سيلسيوس. انا دلوقتي عايز ارفع درجه حراره 0.3 كيلو جرام، يعني تقريبا كده تلت كيلو، يعني تمام اكتر من الربع بشويه صغيرين، من النحاس من 20 ل 70. هو انا كده هرفع درجه واحده؟ لا، ده انا هرفع 50 درجه من 60 ديس، هنعمل موان 20، يبقى الفرق 50 ديجري سيلسيوس. ساشون كو لا كاباسيتي كالوريفيك سبيسيفيك، لازم اعرف بقى
هي بنقول عليها الحرارة النوعية الخاصة بالكويفر 385، 385. طيب في قانون امشي عليه؟ اه طبعا، الكي اللي هو كمية الحرارة اللي انا عايز احسبها اتجال ام فوا سي فوا دلتا تي. يعني ايه الكلام ده؟ الام دي اللي هي الماس، وانا عندي هنا 0.3 كيلو جرام، والسي هي الحرارة النوعية الخاصة بالمادة، ودي طبعا انا مش بحفظها، هو بيديهاني في المسألة، اللي هي 385 فوا التغير في الحرارة دلتا تي، يعني التغير في الحرارة هي كانت كام وهتبقى كام. طبعا من 20 ل 70، فالفرق ما بينهم بنعمل الكبير الاول، يبقى 70 - 20 هيطلع لي هنا 50. لما اضرب الارقام دي كلها في بعض هيطلع 5775 جول. طبعا ليه جول؟ علشان احنا بنتكلم عن كمية حرارة. يبقى اكزامبل زي ده ممكن يجي لي كمسائل مباشرة، ممكن يجي لي شوازي وانا اختار الصح، ممكن يجي لي باي شكل، لكن اكون فاهم الفكرة بتاعته واحفظ طبعا الراجل اللي انا همشي عليها. طب ايه الامبورتانس دين شالور سبيسيفيك الفي درو؟ يعني ده مهم في ايه؟ ان يكون الحرارة النوعية للمية عالية، هيفيد الحياة في ايه والبيئة في ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده. بنقول الكاباسيتر ميك سبيسيفيك او الشالور سبيسيفيك بتاعة المية مرتفعة بالنسبة لمواد كتيرة تانية بتوصل ل 4200 جول كيلوغرام كلفن. سلا ايديو اوليزون هيدروجيني. برضو ايوه، فاكرين لما قلت لكم اي صفات غريبة في المية غالبا بترجع لليزون هيدروجيني، اللي هي الروابط الهيدروجينية اللي موجودة ما بين المولوكيول بتاعتها. وده بيديها نوع من زي ما بنقول كده بارسيال مور ريسبونسابل دو ريجولاسيون دو كليما، بيخلي الميه بتظبط المناخ او الطقس اللي حوالين الميه ديت، زي ما بنشوف في البيئات الساحليه بتبقى دافيه بالليل. طب ليه؟ لان الميه اللي هو البحر مثلا اللي في البيئه الساحليه ده بيخزن طول النهار ايه حراره وبيطلعها بالليل، فبيعمل جو لطيف من الدفى حوالين البيئه المائيه. بنقول مثلا pendant l'été اثناء الصيف la température d'une grande étendue d'eau est plus basse comparée à celle du sable. زي ما اتفقنا بيبقى في النهار، بيبقى الصبح في الصيف مين اللي بيسخن اكتر؟ الرمل بيسخن اسرع واكتر من الميه. ليه؟ اختلاف الحراره النوعيه زي ما اتفقنا. فايه اللي بيحصل؟ الهواء اللي فوق الرمل لانه سخن بيطلع لفوق، فبيحل محله هواء بارد منين؟ من البحر. فالناس اللي قاعده على الشاطئ تحس بحاجه اسمها نسيم البحر. يبقى نسيم البحر ده بيحصل في النهار وبيلطف الجو على الشاطئ والناس اللي قاعده على الشاطئ بسبب اختلاف الحراره النوعيه. شفتوا؟ يبقى القعده الجميله على الشاطئ السبب بتاعها ايه؟ اختلاف حراره نوعيه ما بين الرمل وما بين الميه. طب بالليل بيحصل نفس الكلام؟ لا، بيحصل العكس بقى. يبقى البحر هو اللي فيه الدفى اكتر، فالهواء اللي فوقيه يرتفع فيجي له نسيم من ناحيه البر اللي هو سائع نسبيا بالنسبه له، ويحصل حاجه اسمها نسيم البر. يبقى بالليل نسيم البر وبالنهار نسيم البحر. سيفينومان ابلي لا بريز مارين. يبقى كلمه بريز مارين اللي هو نسيم البحر فهمنا جت منين؟ هي عباره عن هواء بيبقى جميل كده وفريش بيجينا من البحر نتيجه اختلاف درجات الحرارة بتاعة الهواء. طيب هل ده بيأثر على توزيع الكائنات الحية؟ يعني تعالوا نقرأ كده مع بعض العنوان ده. effet de variation de température sur les organismes marins. هل اختلاف درجات الحرارة في البيئات المائية ممكن يأثر على توزيع الكائنات الحية، يخلي الكائن ده هنا والكائن ده هنا؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. les variations de température dans les océans influencent la répartition des organismes marins. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اختلافات درجات الحرارة في المحيطات بتأثر بالطبع على توزيع الكائنات المائية أو البحرية. Les espèces vivantes dans les eaux de surface chaudes peuvent ne pas survivre dans les profondeurs plus froides. الأسماك أو الكائنات البحرية اللي بتعيش على السطح في الدفا وقريب من ضوء الشمس ما تقدرش تعيش في البروفوندور في الأعماق اللي هي بتبقى بلو فرويد. مثلا الريسيف كوراليان
اللي بنقول عليها الشعب المرجانيه. كلنا بنشوف الشعب المرجانيه دي قريبه من الشاطئ او قريبه من سطح البحر، وبالتالي دي محتاجه حراره عاليه شويه وضوء. تمام؟ هل ينفع ان هي تعيش في الاعماق؟ طبعا لا، ظروف مختلفه، لا اضاءه مناسبه ولا حراره مناسبه. لا كاباسيتي ترميك الفي دو لو جو ان رول ماجور دون لا ستابيليتي ريلاتيف دو لا تمبراتور دي زيون اي دي مير. يعني بنقول الحراره النوعيه اللي اتفقنا عليها من شويه بتاعه الميه بتلعب دور كبير جدا ومهم في الاتزان النسبي لدرجات الحراره في المحيطات والبحار. طيب نشوف الكلام ده باكثر وضوحا، نقول لو بو ابسوربي دون غران كونتيتي دو شالور سون سوبير دو شانجمون امبورطون دو تمبراتور. يعني الميه تقدر ان هي تستوعب او تمتص كميات كبيره من الحراره من غير ما تغير الحراره بتاعتها. عشان كده بنقول على المحيطات او الاوسيون ريسرفوار ترميك ماسيف، يعني كانها خزانات حراره هائله او ضخمه. ليه؟ عماله تخزن الحراره. Ou l'eau absorbe de grandes quantités d'énergie solaire pendant la journée sans augmenter considérablement en température. يعني عمال يمتص طاقة حرارية طول النهار من غير ما يرتفع بشكل يعني ملحوظ. Il libère cette énergie, بيحرر بقى الطاقة دي lentement, ببطء أثناء إيه؟ الليل زي ما اتفقنا. Cela contribue à maintenir les températures stables, وده بيعمل درجة حرارة متزنة أو مستقرة في البيئات المارين زي ما اتفقنا اللي هي البيئات البحرية أو الساحلية. سات اكيليبر ترميك اسونسيال بور لا ديورابيليتي، يعني استمرار الحياة البحرية. طيب نشوف كمان مثل مهم جدا على الكائنات اللي عايشة جوه المية وبالأخص الكائنات اللي بيقولوا عليها اسون فروا. هو في حاجة اسمها اسون فروا اسون شو؟ في كائنات عايشة معانا أو في البحر بنقول عليها أسون فروا اللي هي ذوات الدم البارد. دي اللي درجة حرارة جسمها بتتأثر بالوسط المحيط زي البرمائيات، الضفادع والسحالي وحاجات كده، الزواحف. طبعا السحالي من الزواحف والتعابين والكلام ده كله. طب الطيور؟ لا، دي درجة حرارتها بنقول عليها أسون شو، يعني متزنة ثابتة زي الإنسان. يعني مثلا الانسان درجة حرارته 37 درجة، لو عليت عن كده او قلت عن كده هو كده عيان، انما الطبيعي 37 ديجري سلسيوس. طيب الكائنات ديت لا، في درجة الحرارة العالية ممكن حرارتها تعلى وده يبقى عادي عندها، درجة حرارة قليلة بتقل، ولكن طبعا في حدود معينة ما تقدرش تستحمل اكتر من كده. نشوف كده سات بروبريتي بروتاج ليز اورجانيزم مارين دي شانجمون رابيد دو تمبراتور، بتحمي الكائنات من التغيرات السريعه في درجات الحراره خاصه اسون فروا. يبقى حته ان المحيط يقدر ان هو يستهلك او يخزن ميه يمتص ميه كتير من غير ما يعلى، ده بيبقى حمايه للكائنات اللي ممكن تتاثر بسرعه لو الميه عليت جدا في الحراره. كي ديبون دو لا تمبراتور ambiante pour réguler leur propre température corporelle. C'est pourquoi on retrouve souvent ces créatures, يعني هذه المخلوقات, dans les profondeurs des océans où la température reste stable. بنشوف كائنات زي كده بتكون عايشة في الأعماق حتى درجات الحرارة الثابتة، أو بتكون ساعتها درجات حرارة ثابتة ما بتتغيرش كتير. إذن عرفنا أن الكائنات الحية كمان بتتأثر بدرجة الحرارة اللي موجودة في المية، في منها بتعيش في الطبقات السطحية وفي منها في الأعماق حسب درجة الحرارة المناسبة ليها. وبكده شباب احنا خدنا فكرة سريعة وجميلة ومركزة عن موضوع الحرارة ودرجات الحرارة، عشان ان شاء الله نخلص شابتر الآن كله ونحل أسئلة حلوة كتير مع بعض ونتدرب عليها. ربنا معكم.